السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأخوات متابعي قناة تربية الماعز، معكم أخوكم حميد أحبكم في الله. تحية خالصة لكم جميعا وتشكركم على التضامن والدعم ديالكم وانضمامكم للقناة المتواضعة، وتشكر جميع المشاهدين، ونطلب الله يوفقني إن شاء الله وشاركوا هذه الفيديوهات مع الأصدقاء والأقارب والأهل باش إن شاء الله القناة تتكبر إن شاء الله بفضلكم وفضل الله إن شاء الله، وتنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. أنا خرجت دابا من الغابة وبانوا ليا شي نعاج هنايا، قلت علاش ما نشاركش معكم هذا الفيديو ديال النعاج، غادي نوريكم إن شاء الله النعاج ديال الأندلس، ديال النعاج ديال الأندلس، هما فين مخشيين، مضللين هنا، مخشيين هنا في الغابة هادي. النعجة ديال الأندلس ماشي كيفرق ما بين ما شاء الله راهم سمانات، الشي راه ما كيعرفوش الإخوان والأخوات، راه النعجة هنا ما كتعرفش غير داكشي اللي كياكلو في الغابة، وإن الغابة الماكلة ديالها منفعة منفعة ما شاء الله، هنا كاع الماكلة ديال الغابة كتنفع. هنا كاين لونا خليها واحد الخروف هنا، هذا راه زاد عاد زاد واقيلا ما غاديش يقدروا ياكلوا الكلاب ولا تاكلوا شي تعلام، هذا راه عاد زاد غير دابا ما شاء الله، امو سمحات فيه دابا خصني نقولها للمول النعاج حيت جاري هنا. شوف انا راه ما قديتش ندخل لهاد البلاصه هادي، دابا ماشي مزيان ماشي مزيان النعاج يولدوا في الغابه، علاش تيتلفوا الخرفان. ها هو دا راه باقي الماء ديالو كما كتشوفوا، شو هو باقي نحيدو من هنا. البارح راه قال لي واحد الجوج سمحوا فيهم النعاج، قال لي مول الخرفان، هذا راه مازال ما راضعش. هذا ما راضعش والخروف الا ما رضعش للبار والو، راه ما كي يقدر يموت يقدر يعيش، هو ضروري خصو يرضع للبار. ها هو راه عاد زاد، ها هو تحسو هضرت معاه البارح مع مول النعاج، قال لي راه هاد النعاج كاع لي باغا تولد لي ضاره راه خصني نعزلها، بقاش البارح ولدوا لي واحد جوج شي وحده ولا مرات جوج، ما تيولدوا كاين حتى تولد عخروف، ما كيتاوموا كاين ولا كاين حتى اللي تيولدوا خروف. جيت بعدا تلاقيت به هنا غير صدفه، غادي نقدو من هنايا ان شاء الله، غادي ندي حدا النعاج ونطلقو باش تجي مو تقلب عليه. لونا راه ما دير ليه والو، ان راه ما شاء الله. هي انا الغنم تتولدها في الخلا، هو كان عليه يعزلها لا الضارات تعزل، هذا راه عنده شي 400 راس واقيلا بحال هكا، هو مسكين كيقلب
كيقلب مسكين على مو هز راسه وكيقلب على البزوله. تابعوا معايا الاخوان، انا غادي هذا راه جدي، هذا راه فحل ديال مول النعاس بناكي لونه، حتى هو راه عنده واحد 4 المعزات ودايرهم على قبل دوك اليتامى على حسب الخرفة اليتامى اللي ما كتبغيش امو كيرضعو من المعزة. بناكي لونه بطراه لونه خلاو بيخا ديه 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 واحد طيغه هنا لونا لونا. اما النعاس يا اخوان خلاص ما تبارك الله راه سمان ما كاين لا علف لا والو كيما كتشوفوا على الغابه والحصيده ما شاء الله. هذه هي النعجه ديال تا هي زوينه، تا النعجه ديال الاندلس واخا مجموعه ومكريكبه، هادي ديال الجبل هي لا مونطانيوس، هادي هي النعجه الجبليه ما شاء الله راه سمان مرتاحين هايكا يا خاله وبيخه ترانكيله. راه ولدو دابا راه ولدت له وحده ليه وراه وحده عاود ثاني ليه انا مع ولدها. هو زير هو هو خروف اخر هنا هناكي لايكا هادي راه خروفة، هادي عاد خروفة هادي مازال ما ولداتش، هما مضللين هما دابا مع الغنم مكتاكلش في الحرارة. لونا لونا لايكا هما المعزات اللي قلتلكم عندو، راه عندو واحد 4 المعزات ديرهم على قبل الخرفة اللي ما كيبغيوش مواتهم كتسمح فيهم مو كيردحهم المعزات. لايكا لونا لونا هادي عاد تكيطع هاهو جاي واقيلا قبل ليا هو كيتحرك على واحد الموطور ما شاء الله. الغنم زينة زينة عندهم تبارك الله. شتوها يا خويا كيما كتشوفو راه قشاشي كتاكل في الغابة هاد الرعاة زين كينفعها بزاف حسن من العلف. العلف عندنا في البلاد راه كتلقى النعجة كتعلف ومكيناش هاد السمونية ما شاء الله ما شاء الله. وحدة راه خارجة ليها الوالدة، راه خارجة ليها الوالدة ديالها هاديك دابا راه خصو انا نصون عليه دابا نقول ليه اشنو كاين، نقول ليه راه تزادو عندك واحد الزخرفان هنا وعندك واحد النعجة خارجة لها الوالدة. هاهما المعزات اللي قلتلكم تيرد عليهم الخرفان هاهم غاديين، عندو 4 المعزات وفحل. ما شاء الله زينة اللهم بارك وزيد في ذلك. هاهم شي وحدين كحلات هادو دابا راه تيخليهم هنا تيمشي لدارو، الدارو راه بعيدة. أنا دابا غادي نحاول نقربها لكم، ها تيسكن هو لهي هاديك هي الدار اللي شادة على الجبل، هاديك هي الدار فين تيسكن مول النعاس. و تيخليها هنا في أمان الله.
وحفظه. كاينش لي قراب ولا يجي سراق شي حاجة ولا مكاينش داكشي. هو المعز هاهو هنايا تاهو راه شبعان راه تكا دابا راه شي وحدين تكاو. كيما كتشوفو الاخوان هاهو هاهو الخروف هنا مع الكلاب ما يأديوه ما حتى حاجة. لايك راه خافت منو الله يهديك. لونا 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 راه تات لونا ديها لوكيتو ديها البوريكو ديها البوريكو كيتو لونا كتحس فيه باقي فيه داك السلا لونا. شو مسكين باغي يرضع شو كتيدي ترضع عليها لسانها باقي ما راضاش مسكين هذا. شت لونا ها بوريكو كيتو. نتمنى يعجبكم الفيديو الاخوان والسلام عليكم ورحمة الله. تشوفوا ان شاء الله فيديو اخر.